ساعة المشكلة بس يا هيتغاظوا بقى وهيبدأوا يضربوا.21 قتلوا كل ده، 21 خدوا اعدام، هم اللي جروا كل الالتراس ده، 21 عملوا كل حاجه. بورسعيد بريئه، واخويا اللي اتقتل ده هو اللي قتل الناس، هو اللي مش كويس، هو المفروض يتحبس. المفروض 21 دول ياخدوا اعدام والباقيين يتضربوا ويموتوا من الضرب، عشان اخويا مات من الضرب. 72 شهيد مننا، 72 اخ، 72 صاحب. ان شاء الله حقكم، النص حقكم النهارده رجع، وان شاء الله في شهر 3 لما القيادات الداخليه تتحاكم مع الادله الجديده بتاع الناس الجداد، في 4 تاني داخلين. عجز الرئيس مرسي عن استعاده هيبه الدوله، عجز الرئيس مرسي عن الشعور بانه يمتلك الان السلطه الرئاسيه في اعاده هيبه الدوله المصريه. للاسف هو يعتبر نفسه من الجماعه واهداف الجماعه التي تتحقق وليس اهداف الوطن.